مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الملعب البلدي لبنزيمان، حيث كلمة الهوية تجمع بين فريق حسنية بنزيمان ونادي الصخور السوداء. الشوط الأول 10 دقائق والتعادل السلبي 0-2 إلى حدود هذه اللحظة. خطأ خطيرة لفريق حسنية بن سليمان، كرة خارج أرضية الملعب. دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الملعب البلدي لبن سليمان، حيث تجرى في هذه اللحظات قمة أسفل الترتيب من قسم الهواة تجمع بين فريق حسنية بن سليمان ونادي الصخور السوداء. مباراة تعرف حضور جماهيري قليل جدا بالمقارنة مع بعض المباريات الأخرى، ربما الأجواء الحارة ساهمت في هذا الحضور القليل إلى هذا الجمهور. كرة عند فريق الصخور السوداء، هجمة خطيرة، تمريرة، تسديدة وتدخل الدفاع. ضربة خطأ لفريق حسنية بن سليمان، تنفذ ضربة خطا من طرف الحارس، تدخل الدفاع، مازال كرة خطيرة تسديدة وفي يد الحارس حارس فريق الصخور السوداء. الفريق المحلي فريق حسنية بن سليمان،
كرة طاك خاطي الحسنية كرة في وسط الميدان، تمريرة رائعة ولكن حارس يتدخل عند فريق حسنية، أحد لاعبي فريق صفور سوداء ساقط الأرض، تمريرة كرة في وسط الميدان، حكم يوقف اللقاء، أحد لاعبي فريق صفور السوداء ساقط إنه إن شاء الله تكون إصابة خفيفة. سلامة اللاعبين أهم من كل شيء. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، دائما سلامة اللاعبين أهم من كل شيء. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، دائما التعادل السلبي صفر لمثله يا حدود هذا اللحظة، مباراة متكافئة في كل شيء، متكافئة لا من حيث الفرص ولا من حيث لاعب، ممكن شي سيطرة. وراه عند فريق صفور السوداء الذي يلعب بالقميص الأصفر خطأ. طرد خطأ لفريق صفور السوداء، كتنفذ في اتجاه مرمى خطيرة ولكن تدخل الدفاع في آخر اللحظات. تمريرة جميلة جدا، تمريرة ثانية باتجاه المهاجم لكن تدخل دفاع ضربة خطأ لفريق الصفور السوداء. ضربة خطأ لفريق صفور السوداء الذي يلعب بالقميص الأصفر، في حين أن نادي حسنية بن الزمان يلعب بالقميص الأبيض والأحمر.
الخاطف لفريق الصفور السوداء، تمريرة جميلة جدا، كرة عند هذا اللاعب جناح أيمن كيمرر تمريرة خطيرة، وتدخل الحارس كتخرج كرة تماس لفريق حسنية بن سليمان. دائما مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الملعب البلدي لبن سليمان، نتيجة 0 لمثله الى حدود هذا اللحظة، مباراة متكافئة ما بين الطرفين. اصبح هجمة خاطفة لفريق الصخور السوداء، كرة خطيرة وتدخل الدفاع، حارس يبعد الخطر عن مرماه، كرة مازال خطيرة، آخر لحظات الدفاع يتدخل، مدافع غامر في هذه الكرة لكن لحسن حظ له سلبي 0 لمثله الى حدود اللحظة. تدخل الدفاع في آخر المطاف، تماس لفريق حسنية بن سليمان، تم خطأ فريق الصخور السوداء، خطيرة، الحكم يأمر بمواصلة لعب لاعبي فريق الصخور السوداء يطالبون بركلة الجزاء، لكن الحكم يأمر بمواصلة المباراة. هجمة خطيرة، كرة عند عبيد ناشط، تمريرة تمريرة جميلة من المدافع الأوسط، خطيرة، فرصة خطيرة، تسديدة من
مهاجم عميد فريق نشيط، لكن ومشات بوحيدية المرمى متمركزة في وسط الميدان. تعادل سلبي 0 لمثلي إلى حدود هذه اللحظات. تدخل رائع من الدفاع. تمريرة جميلة جدا وتدخل الدفاع آخر المطاف. تسديدة قوية ولكن خارج مربع العمليات. ضرب خطأ لفريق صخور السوداء. كتمرر خطيرة خطيرة وتسلل. حكم الشرط يرفع الراية. ضربة خطأ خطيرة لفريق صخور السوداء. دائما التعادل السلبي 0 لمثلي مشاهدي قناة شوف تي في. هذا النقل المباشر من قلب الملعب البلدي لبن سليمان. مباراة قوية ضربت مرمى. Thank you.
خطيرة. دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفقر المباشر. نقلب الملعب البلدي المسالي للزمان نتيجة تعادل السلبي 0 لمثله قمة أسفل الترتيب. كرة خطيرة لفريق حسنة بن سليمان، لكن تدخل الدفاع في آخر اللحظات خطيرة لفريق حسين بن زيمان. ضربة خطأ خطيرة لفريق حسين بن زيمان. خارج المرمى مباراة متكافئة ولا فرصة واحدة حقيقية لكلا الفريقين. حدود اللحظة فرص قليلة، مباراة عادية جدا، مباراة ملعوبة خصم الميدان. ضربة مرمى أو تماس لفريق صخور السوداء. تدخل الدفاع كرة عند فريق صخور السوداء في وسط الميدان، شاهد متوسط الميدان، هجمة خطيرة، كرة خطيرة جدا وتسلل. حكم الشرط يرفع الراية معلنا عن تسلل لفائدة حسنية حسنية. Thank you.
خارج المرمى. دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا بكم هنا في هذا النقل المباشر لقمة الهوات. فرصة خطيرة لفريق الصخور السوداء وضربة مرمى. التعادل السلبي 0 ليميت لمشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. هذه القمة الكروية التي تجمع ما بين حسنة بنزيما والصخور السوداء قمة أسفل الترتيب من قسم الهواة. كرة خطيرة ولكن ضائعة في آخر اللحظات. تدخل الدفاع في آخر لحظات.
دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة الشعبي دائما اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الملعب البلدي لبسمات التعادل السلبي صفر من فيك الى حدود اللحظه. ضربه خطا لفريق صخور السوداء وتدخل الدفاع كرة خطيرة وتدخل رائع من الدفاع، فرصة ثانية على التسجيل لكن رقم 15 تدخل انتحاري صراحة. الكرة لعبت بطريقة رائعة وجميلة جدا لكن بصراحة لاعب رقم 15 كينقض مرمى من هدف محقق، يعني هدف ما فيش كلام صراحة، لقطة جميلة جدا، تدخل بطولي وتدخل في المستوى العالي ديال هذا اللاعب. ركنية وضربة رأسية خارج الأخيرة من الشوط الأول، دائما صفر لمثله. ضربة خطأ لفريق حسنية بن سليمان، تمريرة من الحارس صوبة خطأ. مشاهدي قناة شوف تي في، المباراة متوقفة، ضربة خطأ لفريق الصخور السوداء دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، التعادل السلبي صفر لمثل مشاهدينا الكرام. إذن أقل من 3 دقائق وسيعلن الحكم المباراة عن نهاية الشوط الأول، التعادل السلبي صفر لمثله إلى حدود اللحظة بين فريق حسنية بن سليمان وفريق صخور السوداء قمة أسفل الترتيب هنا بقلب الملعب البلدي لبن سليمان، حضور جماهيري قليل جدا بالمقارنة مع المباريات الماضية، ربما توقيت المباراة ودرجة الحرارة المرتفعة اليوم ساهمت
عدم حضور جمهور كبير في هذا اللقاء. إصابة أحد لاعبي الصخور السوداء، أتمنى تكون إصابة هادية لسلامة اللاعبين أهم من كل شيء. على ما يبدو أن اللاعب سيواصل اللقاء الحمد لله. اللاعب أصيب بجروح على مستوى الوجه، أتمنى السلامة. في هذا الأثناء حكم الساحة يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0 لمثله. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، نلتقي من خلال الشوط الثاني من هذا القمة الكروية، قمة السلة الترتيب من قسم الأهوات. إلى اللقاء.